موجه لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، وموضوعه التدابير المتخذة لإنجاح مناسك الحج لهذه السنة. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الأسرة والمعاصرة لبسط السؤال. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين، مع سيد الوزير المحترم، مع حلول موسم الحج تطرح كل سنة العديد من الأسئلة المتعلقة بتوفير شروط المضمنات لإنجاح عملية أداء مناسك الحج، خاصة ظروف الإقامة والتغذية والسفر. في هذا الإطار نسألكم سيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها، وشكرا. شكرا سيد المستشار، الكلمة لكم سيد الوزير للإجابة على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس المحترم، السيدات المستشارات المحترمات، السادة المستشار المحترمون، أشكر السيد المستشار المحترم وفريقه على السؤال، وهي مناسبة لأؤكد لمجلسكم الموقر بأن عمليات تنظيم الحج عمليات قد أشرفت على نهايتها فيما يتعلق بالعمليات داخل أرض الوطن. الرحلة الأولى إن شاء الله غادي تمشي في 18 من هذا الشهر، والرحلة الأخيرة ديال الذهاب غادي تمشي نهار 5 غشت، وهي كلها عمليات لوجستيكية كما تعرفون خاضعة لإكراهات لتغلب عليها دائما في متناول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هنالك عناصر جديدة، أولا أن السلطات السعودية وافقت على زيادة في حصة المؤطرين المغاربة بإضافة 150 مؤطر، لأن هذا المشكل كان عندنا، أصبح 800 بدل 650. ثانيا، عمل الوزارة على أن يكون في كل إقليم مؤطرون بشكل غير مسبوق يتعرف عليهم الحجاج مدة قبل السفر ويظلون في اتصال معهم إلى غاية الرجوع. ثالثا، تنظيم تدريب للمؤطرين والمرافقين لشرح مستجدات هذا الموسم والخطة التي سيتم اتباعها لتخفيف من بعض المشاكل أساسا فيما يتعلق بالنقل والإقامة بالمشاعر المقدسة، وتوجيه المرافقين للتعرف على الحجاج الذين سيؤطرونهم بمعدل 50 حاجا لكل فريق، مع تدريبهم على استعمال برنامج المابسمي الذي يساعد على تحديد الموقع. رابعا، النقص من نظام الردين، يعني من بعد النزول أو الطلوع لعرفات كان سيارات كيمشيو كيتسناو عاوتاني، غادي نقصوا منه بنسبة 60% ونجربوها شنو غادي يعطينا. خامسا، استجابة سلطات الطيران المدني السعودي لطلب شركة الخطوط الملكية بأن تكون برمجات الرحلات أكثر كثافة بحيث لا تتعدى مدة الإقامة 30 يوما. سادسا، الاتفاق مع مؤسسة الأهلية لمطوفي الحجاج الدول العربية على أن تكون الوجبات الغذائية بمنى وعرفات مطبوخة في حينها بدل المعلبات الجاهزة. تبقى المساحة المخصصة للحجاج في ميناء هي نفسها، وهنالك على ما يروج تفكير الجهات السعودية في إيجاد تلك الحلول، قضية يعني الأسرة المتراكبة أو غير ذلك. ومع كل هذه الاجتهادات في الوسائل، فإننا جميعا مدعوون ونلتمس منكم العمل معنا للحفاظ للحج على الجو اللائق به، وأن حتى يكون مأجورا لكل من ساهم فيه إما بالهم أو بالمال. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير، لكم الكلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير، حنا كنشكروك كسيد الوزير على ما كنشكوش في المجهودات ديالك والعمل الجبار اللي كتقوم به، هذا متاح ديال حتى شي واحد، لأنك كتقوم بواحد الواجبات كبيرة. غير ما فيها بس كاين شي بعض الملاحظات، كيف ما قلت يا سيد الوزير، راك كانت الإجابة ديالك على هاد الشيء اللي غادي نتذكروا عليه النيت، أنت راك درتي عليه الإجابة، لأن كاين فعلا كاين الوكالة الأصفار اللي هي كالثمن ديالها، اللي مع العلم كاين نفس الأثمنة اللي كاينة بوزارة الأوقاف كاينة بوكالة الأصفار. إذن كاين هنايا واحد التأثير تقني ديال وكالة الأصفار أكثر جودة، وأنت دابا تكلمتي عليها بأن راه الأمور إن شاء الله غادي تتحسن، هذا هو اللي كنطمحوا إليه من سيادتكم السيد الوزير. وكاين مشكل اللي هو
كتعيشوا الحجاج ديالنا الميامين في المشكل ديال الحافلات اللي كيمشيو من ميناء كيمشيو للعرفه ومن عرفه للمزدلفه ومن المزدلفه كيرجعوا عاود للميناء. كتعرف بان كاين واحد الاشكال كبير اللي كيعيشوا الحجاج وهو هذيك الطريق اللي كيديو كاين بعض المرات كيمشيو الحجاج على رجليهم باش كيوصلوا للميناء او لا كيجيو من ميناء يمشيو لعرفات على رجليهم. هنا يعني دركتوا هذا المشكل هذا. كنشكركم على المجهودات ولكن فما فيها باس تزيد تعطي واحد المجهود للحجاج لان هما كيعيشوا يعني بكل صراحه حنا قراب لهم بزاف كنعيشوا معاهم هذا الشيء اللي كيتكلموا لنا عليه كنشوفوا حنا قلنا باش غادي ولكن الحمد لله جبتي على الاسئله اللي غادي نطلبوا منك فلهذا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الحجاج الميامين باش ان شاء الله يكونوا في المستوى المطلوب تاهمايا وكذلك نطلب لهم ان شاء الله حج مبرور وسعي مشكور والدرب المغفور والدعاء لامير المؤمنين حتى يحقق على يديه الخيرات لهذه الامه والبلاد والعباد امن واستقرار لهذه البلاد. وشكرا لك سيد الوزير على المجهودات اللي كتقوم بها. شكرا سيد المستشار.